شغال كويس. طيب هنبتدي دلوقتي نتكلم على what is an operating system. What is an OS؟ اوكي، يعني ايه operating system؟ حد يعرف ال operating system الشغل الأساسي بتاعها ايه؟ بيمانج الهاردوير ريسورسز فقط. بيرفكت، هي بتمانج، انت قلت لي بتمانج الهاردوير ريسورسز، انا متفق معاك كليا، بس هستأذنك هشيل كلمة هاردوير، ممكن؟ هي it manages resources. An OS is a resource manager. اوكي، طب يعني ايه resource manager؟ resource manager يعني بتمانج كل الريسورسز الموجودة عندي في الكمبيوتر. انت ممكن تسأل نفسك يعني ايه الريسورسز الموجودة عندي في الكمبيوتر؟ الريسورسز الموجودة عندي في الكمبيوتر actually متقسمة لتو تايبس اوف resources. Hardware resources او tangible resources. بس اظنك بنسميها tangible resources، وهحط between brackets كلمة hardware. ودي اللي انت كنت قلت عليها. وفي نوع تاني من resources اسمه intangible resources. ال intangible resources دي بتبقى software. اوكي؟ وال software ده او مش لازم يبقى software، يعني يبقى software or logical resources. Or logical resources. وده هنتكلم على كل واحدة من دول بالتفاصيل. طبعا الهاردوير ريسورسز من اسمها واضح، هي ريسورسز ملموسة بتمسكها في ايديك زي الهاردوير الموجود في الكمبيوتر. تعال نتكلم شوية على ال tangible resources. طبعا انتوا بتهيألي كلكم اخدتوا معايا مادة قبل كده، انا بتهيألي انتوا التيم اللي اخدتوا معايا اخر مرة درست advanced programming من كذا سنة، بتهيألي. اوكي بيرفكت، فانتوا عارفين ان انا لما بامتحن حاجتي ما عنديش حفظ. اولا انت في البيت، حتى لما تيجي هنا في الكليه في الامتحان الفيزيكال، اوبن بوك، اوبن نوتس، اوبن انترنت، تعالى في الكليه وهات معاك موبايلك وادخل على النت، اي دونت كير. فانا مش هحفظك حاجه، اللي انا بقوله لك دلوقتي الكلام النظري اللي بنقوله ده مش للحفظ، للفهم فقط. طيب التانجبل ريسورسز ايه هي؟ التانجبل ريسورسز زي ما انت قلت الهاردوير، فور اكزامبل السي بي يو، for example the hard disk. مين تاني ممكن يقول لي example physical resources of hardware؟ motherboard, the GPU. GPU, perfect. The motherboard is so the motherboard is not managed by the OS. ليه؟ عشان ال motherboard هي مش resource بستخدمها في computing. ال motherboard هو دوائر كهربية hardware circuits بتوصل ال hardware components دي بعضها ببعض. احنا خدنا مايكرو بروسيسور ولا لسه؟ خدناها، بس هي الهوست بتاعت لازم تبقى موجوده عشان السي بي يو والجي بي يو والرامات والكلام ده. انت ليك 100% يا احمد، هي لازم تبقى موجوده عشان كل الجي بي يو والسي بي يو والكلام ده يشتغل، بس هي اتس نوت مانجد باي ذا او اس، يعني الاو اس ما فيهوش كود بيدير المذر بورد. اوكي، هو في كود بيدير السي بي يو. يعني ايه بيدير السي بي يو؟ يعني بيحدد اني برنامج شغال على السي بي يو. انت ليك حق، في كود بيدير الهارد ديسك. يعني ايه بيدير الهارد ديسك؟ يعني بيقسمه انتو بارتيشنز، يحط عليه الملفات، يسمح لي اعمل ريد ورايت. ده كود في الاو اس في نظام التشغيل. عندي كود بيدير الجي بي يو عشان يخليه رندر جرافيكس على الشاشه، كله ده صح، لكن ما عنديش كود جوه الاوبريتنج سيستم بتدير الاو اس، سوري بتدير المذر بورد. المذر بورد دي حاجه في الخلفيه. لو فاكر انت في المايكرو بروسيسور، فاكر لما كنا بنتكلم على for example the CPU، صح فاكر؟ والرام، صح؟ هي بتبقى الباصز وكده، صح؟ عليك نور، حتة الباصز دي كلها، ولو انت خدت الميموري انترفيس اللي هي فيها المالتيبلكسر سوري الديكودر والناند جيتس والدوائر دي كلها، الدوائر دي كلها او الحاجات دي كلها الباصز دي الاسلاك دي على المذر بورد. انا مش بدير المذر بورد من خلال نظام التشغيل. المذر بورد ده موجود تحت كلاير، هاردوير لاير موجود تحت عشان يوصل الهاردوير ببعض. اوكي، لكن ما فيش مانجمنت دايركتلي للمذر بورد. مفهومه دي ولا فيها حاجه متلخبطه؟ حلو قوي، حلو قوي. طيب تعال اديني امثله ثانيه. ايه تاني هاردوير ريسورسز عندك؟ الرام. بيرفكت، الرام اللي احنا لسه عاملينه، ذاتس بيرفكت اكزامبل يا باشا. اوكي، فدول الاكزامبل بتاع تانجبل ريسورسز. كل الاشياء اللي ممكن تمسكها، الماوس، الكيبورد، التابلتس، اي حاجه انت بتوصلها بالكمبيوتر is actually a hardware resource. on the other side في intangible resources، resources انت مش بتشوفها بس هي موجوده وانا بدرها.
الـ intangible resources دي عبارة عن حاجات logical. فكر في حاجات logical بتساعدني أشغل السيستم بتاعي، أدير السيستم بتاعي عشان البرامج ما تخبطش ببعضها والبرامج تشتغل صح بالأولوية. ويندوز لينكس. قول يا باشا. ويندوز ولينكس. ويندوز ولينكس هم الـ operating system. يعني ويندوز ولينكس هم اللي بيعملوا الكلام ده. هم اللي بيمانج الـ CPU والـ hard disk والـ GPU والـ RAM. وهم اللي بيمانج الـ intangible resources. أنا لسه نتكلم عليهم دلوقتي. لكن الـ intangible resources هو نوع من الـ resource موجود في الكمبيوتر محتاج الـ operating system يديره عشان الـ system يشتغل. بص على كلامي وممكن من كلامي تستنتج. قول يا باشا، قول يا باشا. الـ programs اللي بترن في الـ background. الـ programs، الـ programs، انت قلت لي programs بترن في الـ background، أنا استأذنك أنا هعممها. كل الـ programs، كل الـ programs لازم الـ operating system تديرها. تديرها إزاي؟ يعني مين فيهم يشتغل؟ مين فيهم ياخد any resource؟ مين فيهم ليه priority؟ مين فيهم يظهر لليوزر؟ اوكي؟ مين اللي يفتح الاول او كده؟ مين يفتح الاول؟ فدي بنسميها ال processes. So the processes اللي هو البرامج اللي شغال عندي في ال operating system is the first intangible resource. ده اول resource غير hardware لازم ال operating system تديره. البرامج الشغالة في الخلفية والشغالة في ال foreground برضو. ال operating system هي لازم تديرها. تمانج الويندو بتاعها، كل الحاجات دي intangible resources. ايه تاني؟ انا بقول لك intangible resources بتخلي مثلا البرامج ما تخبطش بعضها، لو عايزين نفس الحاجة ما يخبطوش بعضهم لو بيتنافسوا على نفس الحاجة، او تدي اولوية للبرامج بعض الاوقات. من كده تستنتج ايه تاني example intangible resources؟ الديفايس درايفرز مثلا. الديفايس درايفرز، اوكي ده processes. الديفايس درايفرز is a process، صح؟ طب هستأذنك انا هساعدك شويه. البرايوريتي، البرايوريتي از ان انتانجبل ريسورس. هو ريسورس بيدي اولويه، اوكي؟ لازم الاوبريتنج سيستم تمانج البرايوريتي. هو مش هاردوير، مش حاجه ملموسه، بس هو شيء لازم الاوبريتنج سيستم تعمل له اداره عشان البرامج تشتغل صح. ده لو عايز ادي اولويه. طب ايه رايك لو الاثنين عايزين ياخدوا نفس الشيء؟ حد عنده فكره لو الاثنين عايزين اكسس نفس المكان في الميموري او نفس الهاردوير، ازاي بدير الكونتنشن ده؟ اللي ليه برايورتي الاول هو ياخد المكان ده. انت ليك حق، ممكن اللي ليه برايورتي، بس ممكن يكون حد ليه برايورتي قليله دخل الاول فاخدها، فجي واحد تاني عايز ياخدها، صح؟ وليه برايورتي اعلى، هل يقدر يشيلها من اللي بيستخدمها وياخدها منه؟ اديك مثال، لو واحد له برايورتي ممكن مالتي تاسك. انت ليك حق، بس خليك معايا في انت اي لايك يور كومنتس، كل الكومنتس بتاعتكم زي الفل، بس خليك معايا شوف الاكزامبل ده. لو حد البريورتي بتاعته قليله، بروسيس البريورتي بتاعته قليله، حاولت تاكسس برينتر وما كانش في حد تاني عايز البرينتر، هياخدها ولا لا؟ هياخدها عشان ما فيش حد تاني، فهيدخلها ويبتدي برينت. قاعد بيطبع دلوقتي، جه بروسيس تاني ببريورتي اعلى، اوكي، دخل عايز البرينتر برضو، هل ممكن يشيل البروسيس اللي بتطبع في نص الطباعه بتاعتها؟ لا، استنى لما تخلص. استنى لما تخلص. يبقى لازم يكون في عندي شيء يمارك، يعلم ان انا بستخدم الريسورس دي، فلازم تستنى لغايه لما اخلص عشان ادخل تاني. الا لو اتنين دخلوا مع بعض في نفس الوقت هيلخبطوا الورقه، نص الورقه تبقى مطبوعه من برنامج والنص التاني من بروجرام تاني. اوكي، بنسمي الشيء اللي بيمانج الكونتنشن ده بنسميه لوكس، وده محاضره او محاضرتين كاملين هنتكلم عليه. اوكي، فده برضو من الانتانجبل ريسورس. المهم اللي انا عايز اوصله لك من هنا ان في نوعين من الريسورسز. tangible resources ملموسه بتمسكها بايديك زي الهاردوير ريسورسز، وانتانجبل ريسورسز زي البرايورتي زي اللوكس اللي هو بيسمح لحد يمسك الريسورس التاني ما يقدرش يمسكها في نفس التوقيت، زي البروسيسز نفسها، البرامج نفسها لازم يبقى في طريقه لادارتها، ده البروسيسز. فاذا في تو تايبس اوف ريسورسز، tangible وانتانجبل ريسورسز. والاوبريتنج سيستم لو انت دخلت في الكود بتاع الاوبريتنج سيستم هتلاقي الكود بتاع الاوبريتنج سيستم متقسم، كل واحد من الريسورسز اللي موجوده عندك دي، الريسورسز الموجوده قصادك دي، في جزء من الاوبريتنج سيستم، شويه فانكشنز مسؤوله عنها. فور اكزامبل السي بي يو اللي هو البروسيسور، الجزء المسؤول على المانجنج الريسورس ده بنسميه الشيدولر او سكيدولر على حسب انت امريكان ولا بريتش، او الديسباتشر. اوكي، الجزء المانجنج الميموري اسمه الميموري مانجمنت يونت MMU، في هاردوير فيرجن ليها وفي سوفت وير فيرجن ليها. يبقى اذا كل
كل واحده من الريسورسز الموجوده عندي دي اذا كانت تانجبل او انتانجبل ليها موديول، ليها جزء من الاوبريتنج سيستم خاص بادارتها، بتدير الكلام ده. اوكي and it is our job, it is our job as people who write the operating systems to ensure ان كل واحده من الـ من الـ من الموديولز دي بتشتغل صح عشان تدي البرفورمانس اللي انا عايزه على الاوبريتنج سيستم. اوكي في حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ very good. تعالوا نبدا باول process, اول resource من resources ده. اول حاجه لازم الاوبريتنج سيستم تبقى aware بيها. اوكي يبقى first resource that the OS needs to be aware of is the process. اوكي البروسيس اللي هو البرنامج يا باشا. يبقى اول حاجه لازم ابقى aware بيها، لازم حاجه تبقى الاوبريتنج سيستم شايفاها وممثلاها كويس عندها عشان تعرف تدير العمليه دي كلها، هي البرامج. البرامج الشغاله، البرامج الشغاله انا بسميها بروسيس. طبعا انت ممكن تقول لي انت ليه عملت ستريس على كلمه برامج شغاله؟ عشان قبل ما البرنامج يكون شغال هو موجود على الهارد ديسك، يبقى هو عباره عن ايه؟ ها؟ حاجه موجوده على الهارد ديسك. قول يا باشا انتانجبل ريسورس عليك، ده انتانجبل ريسورس فايل، هيبقى ملف فايل، هو مش برنامج. لكن مجرد لما انت الدبل كليك عليه ويبتدي يشتغل بيتحول من ملف على الهارد ديسك الى برنامج لازم يتنفذ. ولما يبقى برنامج لازم يتنفذ يبقى لازم امثله بشكل معين جوه الاوبريتنج سيستم عشان اعرف ادير الشغل بتاعه، اخليه يشتغل، اخليه ياخد ريسورسز، اخليه يدخل على السي بي يو، اخليه يحجز ذاكره. لازم ابتدي امثله ببروسيس معين او بالديتا ستراكشر معينه داخل الاوبريتنج سيستم. هستأذنك عشان اوضح الموضوع ده اكتر، انا هعمل رسمه صغيره هنا. البروجرام قبل لما يشتغل هو موجود على الهارد ديسك اهو، ده البروجرام بيفور رانينج. البروجرام بيفور رانينج هو موجود على الهارد ديسك، شايف يا باشا؟ ده على الهارد ديسك اهو، هارد ديسك، هكتب اتش اتش دي، مش عارف هي هارد ديسك درايف اوكي او اتش دي دي، هارد ديسك درايف. اوكي ادي البرنامج هنا، هو موجود على الهارد ديسك، وطول هو موجود على الهارد ديسك هو مش بيشتغل، والاوبريتنج سيستم بتديره كانه فايل، فايل ملف عادي. مجرد لما تعمل عليه دبل كليك هو هيتنقل من الهارد ديسك، هيدخل فيه. مين يعرف البروجرام بيدخل فين لما يبتدي يشتغل؟ رام. اول لما يدخل في الرام دلوقتي الاوبريتنج سيستم بتستوعب ان ده بروجرام او بروسيس، وتبتدي تعمل له اداره، تبتدي تعمل له مانجمنت. هسال سؤال ده ملوش علاقه بالكورس ده، الكورس اللي قبليه، بس لازم تبقوا فاهمينها عشان الصوره تبقى كامله عندكم. هو البروجرام وهو موجود على الهارد ديسك هو متخزن زي، هو زيروز اند وانز. طبعا الزيروز اند وانز دي بتمثل ايه؟ يعني مكتوبه بشكل ايه؟ اني فورمات. ماشين كود. عليك نور يا باشا، هي ماشين كود. انت عندك شويه زيروز اند وانز ريبريزنتنج ذا ماشين كود اوف ذا بروجرام. طبعا بالاضافه للماشين كود لو عندك شويه داتا، يعني شويه قيم ارقام، عندك صور، عندك فيديوز، اي حاجه تبع البروجرام دي برضه بتتخزن كداتا، بتتخزن كداتا قيم للداتا بقى اسكي كود او ايمج فايل او تاب. لكن البرنامج في حد ذاته الزيروز اند وانز اللي بتمثله هو الماشين كود، والماشين كود موجود على الهارد ديسك. اول لما بتدبل كليك عليه الماشين كود ده بيتنقل من الهارد ديسك يتحط في الرام، يعني نفس المحتوى اللي اتحط في الرام هو كان على الهارد ديسك، بس لما بيتحط في الرام هو دلوقتي جاهز للتنفيذ، جاهز للاكسكيوشن. اسال سؤال برضو للناس الكويسه عشان الصوره تبقى كامله، هو اتنقل من الهارد ديسك للرام من خلال ايه؟ ايه الشيء اللي خلال ايه؟ برافو عليك. الباسز. لا الباسز، انت قلت بقى من حد قال باس الاول صح؟ انا قلت داتا بس. برافو عليك، هو باسز. طب في حد تاني قال سي بي يو، او السي بي يو ممكن هو اللي هينقله. السي بي هو اللي هياخد القرار ان هو ينقله، بس لو عديت كل حاجه من جوه السي بي يو، يعني لو كل حاجه طلعت من الهارد ديسك راحت للسي بي يو، بعد كده من السي بي يو راحت للذاكره، السي بي يو هيتبهدل، هيتاخر قوي. ففي حاجه اسمها، لو ما اعرفش سمعت الكلمه دي عليها، الكلمه دي سمعتوها قبل كده ولا لا، دي ام اي. سمعنا كلمه دي ام اي قبل كده؟ انا لا. اوكي اسمها دايركت ميموري.
ادريسنج. تمام. اكسس. اوكي، والدايركت ميموري اكسس بص عليه اتفرج عليها، الدي ام اي از تكنولوجي بياخد من اي او ديفايس على طول يحط في الرام، يعني من الهارد ديسك هيحط على الرام على طول بدون ما يعدي من السي بي يو. طبعا انا معاك، انا متفق معاك 1000000% ان السي بي يو هو اللي هياخد القرار يحط البروجرام في الميموري. طب هياخد القرار ده بناء على ايه؟ بناء على امر من نظام التشغيل الاو اس. انت لو عملت تعمل دبل كليك على البرنامج، الاو اس نظام التشغيل هيبعت انستراكشن للسي بي يو يحمل البرنامج، فالبرنامج يبتدي يتحمل. اوكي؟ بس البرنامج نفسه هو بيتشال من الهارد ديسك يتنقل للرام، مش هيعدي جوه السي بي يو. لو عدى جوه السي بي يو، السي بي يو هيتبهدل، هيبقى باتل نك صعب. لا، هو دايركتلي من على الباسز، داتا باس وادرس باس وكل الباسز الموجود عندي هيتنقل من الايه، الهارد ديسك، يتحط في الرام. طيب مجرد ان هو اتحط في الرام، الاوبريتنج سيستم بتبتدي تمثله كبرنامج، بيبقى عندها داتا ستراكشر جديد، بتكريت داتا ستراكشر ده عشان تبقى عارفه ان ده برنامج. الداتا ستراكشر الموجود في الاو اس بيبقى اسمه بي سي بي، بروسيس كنترول بلوك. انا كمان شويه دلوقتي هدخل معاك نتكلم البي سي بي ده جواه ايه، يعني ده داتا ستراكشر بيتنشئ في الاوبريتنج سيستم. ما دام ده داتا او داتا ستراكشر، يبقى هو هيتخزن فين برضو؟ فين الحته اللي بتخزن في الكمبيوتر الحاجات اللي بشتغل بيها؟ معلش تاني يا دكتور السؤال. تاني، انا الاوبريتنج سيستم اول لما تحمل البرنامج في الذاكره، هي يعني نقلته من هارد ديسك حطيته في الذاكره، وبتنشئ داتا ستراكشر جديد، بتكريت داتا ستراكشر جديد اسمه البي سي بي، بروسيس كنترول بلوك. الداتا ستراكشر ده بيوصف البروسيس اللي لسه اشتغلت دلوقتي، وبيسمح للاوبريتنج سيستم تديرها. سؤالي، البي سي بي ده هيتحط فين؟ الاوبريتنج سيستم تحطه فين عشان تعرف توصل له وتشوف القيم اللي فيه وتقرا القيم اللي جواه؟ ايه رام برضه. رام برضه. فاذا لما بتيجي تكريت البروجرام، هو جزئين من الذاكره بتتحجز، جزء للبرنامج نفسه وجزء لمين؟ البي سي بي بتاعها. بس البي سي بي بتاعها بتبقى اندر او اس كنترول، يعني الجزء ده اللي شايفه الاو اس، لكن البروسيس دي الـ يعني اليوزر شايفه. اوكي، يبقى انت لما بتستارت البروجرام بتاعك، جزئين من الرام بتتحجز، جزء خاص بالانستراكشنز نفسها، البرنامج نفسه بيتحط في الذاكره، وجزء تاني اسمه البي سي بي ده بينشئه الاوبريتنج سيستم عشان يوصف البرنامج. اسالك سؤال عشان تبقى عارف القصه، بعد كده ندخل في البي سي بي. طيب بعد ما البرنامج اتحمل واتحط جوه الـ الرام، هو هيتنفذ ازاي؟ ايه اللي هيحصل عشان ينفذه؟ مين اللي بينفذ البرنامج؟ السي بي يو. فبعد كده، بعد لما يتحط في الرام، انا هروح للرام دي انستراكشن انستراكشن، اسحب الانستراكشن وادخلها فين؟ في السي بي يو. لا، انا الانستراكشن بيتحط في السي بي يو. بقول لك حاجه، انت اكشلي ليك حق، انا مش عايز اقول لك غلط، ان هو بيبقى في ريجستر مخصص جوه السي بي يو بيستقبل الانستراكشن في الانستراكشن بتبقى بالترتيب. قول تاني يا باشا. الانستراكشنز بتبقى بالترتيب. انت سؤالك زي الفل، انت سؤالك زي الفل باشمهندس. اني هل الانستراكشنز بتبقى بالترتيب؟ هو يس، الانستراكشنز لما تيجي انت بتحطها في الميموري، هي بتبقى بالترتيب، اول امر بعد كده ثاني امر بعد كده ثالث امر. طب لو حصل انتربت يا حبيبي، ومش بس انتربت، لو حصل جامب، فاكر الجامب او اللوب؟ فاكرهم من مايكرو بروسيسور؟ صح. الجامب او اللوب ده بيخليني بدل ما افتش الانستراكشن تحتيه على طول، لا، افتش انستراكشن ثانيه، ودي هتبقى وظيفه السي بي يو نفسه. لو الامر جامب، والجامب هيتاخد بدل ما يسحب الامر اللي تحتيه على طول، لا، هيسحب امر من الادرس المفروض يتعمل له جامب. اوكي، طب لو حصل انتربت، لا، ده هيسيف البرنامج ده كله عشان يعرف هو واقف في اني ستيت وينط لمين. لما بيحصل انتربت، ايه اللي بيشتغل؟ المكان اللي فيه الجامب. نختار المكان اللي فيه الجامب. ايه اللي بيهندل الانتربت يا جماعه؟ ما خدناش؟ انا مش فاكر. ما سمعناش كلمه انتربت هاندلر قبل كده؟ لا خالص خالص. حد سامعني يا جماعه؟ او عن نفسي انا مش فاكر. شباب، دكتور حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك. مين حضرتك؟ هو صوت قطع عندي ولا ايه؟ يا جماعه سامعين حضرتك يا دكتور؟ يا جماعه
جايز طب ابعتوا لي تشات حد تشات لو في حاجه شات. طيب انا مش سامعكم يعني واضح ان في حاجه بتحصل غريبه عندي انا في في حاجه غريبه بتحصل عندي في الكمبيوتر ماشي مدام انت سامعني اوكي لغايه لما احاول اظبطها تاني انا اسف معلش يا شباب ثانيه واحده طيب للاسف في حاجه غلط عندي في الكمبيوتر انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الصوت طيب تعال نكمل انا كنت بقول لكم ان interrupt service routine هو عباره عن كود بروح اهندله بهندل فيه الانتربت يعني بروح هناك عشان اهندل الانتربت عشان احل مشكله الانتربت فده لما الانتربت بيحصل انا بروح له حد يقول حاجة تانية يا جماعة أشوف الصوت رجع تاني معلش أنا آسف تمام كده مفيش أنا آسف يا شباب مش عارف أنا مش عارف إيه اللي بيحصل طيب أوكي let us continue وربنا يستر الصوت يرجع تاني أنا I will do my best إن أنا أحاول أشوف إيه السبب بتاع المشكلة دي قريب أوكي أنا كنا فين فلما بيحصل البروجرام لما يجي افتش الانستركشنز بتاعت البرنامج بتاعي انا بسحب امر من الاوامر اللي موجوده هنا وابتدي انفذها جوه السي بي اوكي طيب دلوقتي البي سي بي هيبقى جوه ايه انا 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 حاسس انا فاقد الصوت انا دايما حتى دي كنتوا انتوا اللي بتقولوها مش انا هنجرب بقى وربنا يستر طيب البي سي بي بيبقى فيه ايه يا شباب البي سي بي بيبقى جواه اشياء بتوصف البروجرام يعني ايه بتوصف البروجرام طبعا انتوا عارفين ان الميموري كبيره الرام كبيره وانت لما تيجي تحمل البرنامج تحطه في الذاكره هو مش بالضروره هيبقى موجود في مكان واحد ثانيه واحده يا جماعه اوكي خلاص ما بيردوش يبقى اول حاجه من الحاجات اللي المفروض نعرفها البروجرام ده اتحمل فين في الذاكره عشان اعرف اوصل له بعد كده يبقى اول حاجه في البي سي بي stores the address to which the program has been loaded. اوكي؟ طيب دي أول حاجة من الحاجات اللي موجودة. إيه تاني بيبقى موجود عندي ممكن أريبريزنت بيه البروجرام؟ يعني البروجرام دلوقتي خلاص أنا عرفت هو موجود فين. دي من الحاجات اللي أنا بحجزها له. محتاج برضو أعرف البريورتي بتاع البروجرام. محتاج برضو اعرف اذا كان البروجرام ماسك لوكس ولا لا held by program لو انت فاكر انا قلتها من شويه ان اللوكس دي عباره عن لو فاكر لما قلت لك المثال بتاع البرنتر وفي كذا برنامج عايز يشتغل يطبع في نفس التوقيت اللوكس بتحدد مين فيهم اللي يقدر يشتغل عليها فلازم برضو تبقى دي موجوده عندي لازم يبقى عندي ريكورد البروجرام ده فتح اني فايلز ودي الحتة المهمة قوي انا على فكرة مفتقد الصوت انا مفتقد الصوت قوي طب هجرب حاجة معلش هجرب حاجة وتجربوا معايا قولوا حاجة كده تمام كده اوكي تصدق ان انا سامعك في السبيكر بتاع الكمبيوتر احسن من السبيكرز الخارجية طب خليها كده وهحاول اسمعكم ان شاء الله وربنا يستر طيب حبل الافكار اتقطع طيب البروجرامز اللي شغاله في المايكرو بروسيسور ده هل بروجرام واحد ولا كذا برنامج في اي كمبيوتر قصادك لما تيجي تشتغل كذا برنامج طيب ده معناه ايه معناه ان البروجرامز بتتبدل بينها وبين بعض يعني شغل برنامج واحد شويه بعد كده اروح لبرنامج تاني بعد كده اروح لبرنامج تاني ببدل بين البرامج عشان اعرف اشغلهم كلهم بالذات لو عندي سنجل سي بي يو بالذات لو عندي سي بي يو واحد في السيستم طيب ده معناه ايه؟
ايه اللي انا محتاج اعرفه عشان لو سبت برنامج اعرف ارجع له تاني اكمل من المكان اللي كنت واقف فيه؟ ايه المعلومة اللي انا محتاجها؟ دكتور، هو حضرتك قصدك سنجل سي بي يو ولا سنجل ثريد سي بي يو؟ Let us assume دلوقتي single CPU for the sake of assumption. وانا هعممها لك بعد كده انت المالتي كورز، بس for the sake of assumption دلوقتي افترض معايا I have a single CPU. والسنجل سي بي يو ده شغال عليه بروسيس، وهنقل من البروسيس دي لبروسيس ثانيه وارجع لها تاني، يعني هفضل ابدل ما بينهم عشان انت تحس ان كل البرامج شغاله. ممكن ارقمها يعني؟ قول يا باشا. ارقم البروسيس دي؟ اوكي هترقمهم طبعا، ده هتبقى موجوده في البروسيسز، يبقى بروسيس اي دي، انت ليك حق. بروسيس اي دي دي لازم تبقى موجوده، بس في حاجه اهم من الترقيم. في حاجه، والادرس اللي انا واقف عنده؟ قول لي. الادرس. الادرس بتاع ايه؟ بتاع الانستراكشن اللي انا هحسبها. الانستراكشن اللي انت وقفت عندها. برافو عليك يا حبيبي. عشان انت لما هتسيب البرنامج، انت لما ترجع انت عايز تكمل من نفس المكان اللي انت كنت واقف فيه، فلازم تبقى فيه هنا address of last instruction executed. لازم يبقى متخزن في البي سي بي عشان لما تسيب البروجرام ده وترجع له تاني تعرف تكمل وتنفذ بقية الأوامر الموجودة عندك. طب أسألك سؤال تاني معلش بعد إذنك. طيب القيم اللي أنا حسبتها لغاية دلوقتي، القيم اللي أنا حسبتها، الكالكوليشنز اللي أنا حسبتها، لو أنا حطيتها في الذاكرة خلاص هي دخلت جوه البروجرام واتخزنت في الذاكرة مفيش مشكلة. لكن في قيم كنت لسه بحسب فيها شوية فاليوز وفي الآخر خالص أحطها في الذاكرة، تبقى متخزنة فين القيم دي؟ الكاش. الكاش. الرام هو ده الذاكره، قبل ما تروح الرام. ريجسترز. قولوا ريجسترز، انت قلت ريجستر صح؟ ممتاز، ريجسترز. يبقى الفاليو اوف او لاست فاليو ريجسترز should also be saved. تمام، يبقى بالاضافه لعنوان اخر امر انت بتنفذه انت برضو بتسيف القيم الموجوده في الريجسترز الاي اكس والبي اكس والسي اكس. ليه؟ عشان لما كانوش تسيفوا، ما كانوش اتحطوا في الرام، لما تيجي تنفذ البروجرام بتاعك تحملهم تاني من اخر قيم كانت عندهم عشان تعرف تكمل على اخر فاليو. يعني فور اكزامبل لو انت بتعمل لوب والسي اكس فيها 6، فانت لفيت مرتين اصبحت دلوقتي السي اكس فيها 4، لازم الاربعه دي تتسيف في البي سي بي. ليه؟ عشان لو سبت البرنامج ده ورحت البرنامج تاني بعد لما ارجع له هكمل لوبينج، يبقى فاضل لي كام مره الفها؟ 2 يا دكتور. 4 4، لو انا اوريدي لفيت 2 فاضل لي 4. اوكي فلازم الاربعه دي تبقى متسيفه جوه البي سي بي. هستاذنك، القيم بتاعت الريجسترز اللي هي السي اكس والاي اكس والكلام ده وعنوان اخر انستراكشن كنت واقف عنده، انا بسميه الحته دي بروجرام كونتكست. اوكي خلي بالك من الكلمه دي عشان انا هتكلم عليها كتير. بروجرام كونتكست، والبروجرام كونتكست ده هو اللي بيسمح لي اعرف البروجرام كان واقف فين واكمل من نفس المكان اللي ايه اللي انا كنت واقف عنده قبل كده جوه البروجرام بتاعي. طيب ده القيم او الحاجات الموجوده جوه البي سي بي. هل البي سي بي فيها اشياء تانية؟ فيها اشياء تانية، بس دول اهم اشياء موجوده عندي في البي سي بي هتكلم عليهم دلوقتي. اقول لك حاجه تانية بسرعه، ان البي سي بي ده is defined as a struct inside the kernel. kernel هو الاو اس. اوكي كلمه kernel هو الاو اس. استاذنك كلمة كيرنل هي الجزء بتاع الاوبريتنج سيستم الخاص بالمانجنج الريسورسز، يعني ملوش علاقة بالشكل، ملوش علاقة بالويندو والكلر والكلام ده، لا الكور بتاع الاو اس الخاص بإدارة الريسورسز اسمه كيرنل. فالبي سي بي ده لو دخلنا جوه الاو اس كيرنل هنلاقيه struct type def struct، لو انتوا فاكرينها من ايام السي، فيها كل القيم اللي احنا كاتبينها فوق دي وحاجات إضافية. ان شاء الله لو عندنا وقت هقول لباشمهندس اسلام
يفتح لكم السورس كود بتاع لينكس وتشوفوا التعريف بتاع الستركت ده جوه عشان تعرفوا الاوبريتنج سيستم بتعرفها ازاي. في اي حد عنده اي سؤال على محتوى البي سي بي لغايه دلوقتي وهو ديفايند ازاي جوه الذاكره؟ حلو قوي. طيب هوصل للحاجه اللي وراها. دكتور انا مش فاهم بس يعني ايه هو ديفايند كاستراكت يعني؟ اوكي يعني انت لو فتحت جوه الكيرنل لو دخلت جوه الكيرنل دلوقتي هتلاقي تايب ديف تايب ديف اوكي struct PCB هتلاقيه كده هتكتب هتلاقي جواه القيم بتاعته مثلا long address وهتلاقي جواه int PID وهتلاقي جواه مثلا ايه تاني linked list files opened مثلا اوكي وهكذا يعني هو structure فاكر struct اللي خد نفسي لو فتحت perfect لو فتحت الكرنل هتلاقي struct اسمه PCB في كل القيم اللي احنا كل دول كل اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كلهم دول موجودين جوه ايه ال PCB it's defined as a struct جوه الكرنل لو فتحت الكرنل هتلاقي الداتا تايب بتاع ال PCB هو type def struct هوريك بص حتى لو مالهاش في السكشن انا هفتح لك السورس كود انا بتاع لينكس هوريه لك عشان تبقى شايفه. طيب هو كان في قيمه مهمه قوي انا ما جبتش سيرتها وما قلتش هي شكلها ايه موجوده جوه ال 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 ساعدوني ربنا يساعدكم جوه البي سي بي اوكي ودي اسمها ستيت. طيب عشان نتكلم على حته الستيت دي لازم نفهم المثال انا كنت مديه لك على ال ال ان لو في سي بي واحد والبرامج يعني بتبدل بينها وبين بعض. انا اسف يا جماعه النهارده لو كانت توهت شويه انا الفكره بس ان حكايه السبيكر اللي مش شغال ده مخليني مش مركز وانا بسمعك من السماعات البيلت ان اللي في الكيسه فدي اللي عامله لي مشكله دلوقتي. ان شاء الله هحل لك المشكله دي قريب ان شاء الله حتى اجيب سبيكر جديد وان شاء الله ايه اسمعكم احسن المره الجايه. طيب الستيت دي يا شباب لما جيت قلت لك من شويه لو عندك سي بي واحد هو فعلا البرامج كلها مش شغاله في نفس الوقت اوكي هو بيسويتش بين البروجرامز بيسويتش ما بين البرامج المختلفه بسرعه عشان انت كيوزر تحس ان هم ايه شغالين في نفس التوقيت بس هم فعليا مش شغالين في نفس التوقيت هم بيسويتش ما بين البروجرامز المختلفه اللي موجوده عشان ادي ايحاء ان البروجرامز اللي موجوده عندي شغاله في نفس التوقيت اوكي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكمبيوتر او الاوبريتنج سيستم محتاج يكيب تراك يبقى عارف مين اللي حاليا شغال ومين حاليا مش شغال يعني اني بروسيس من البروسيسز اللي موجوده عندي شغاله واني بروسيس من البروسيسز بتاعتي مش شغاله دلوقتي وعايزه تشتغل والكلام ده بيحطه في الستيت ستيت اللي هي دي الستيت دي ممكن تبقى راننج يعني البروجرام شغال ريدي يعني البروجرام مش شغال بس جاهز يشتغل وبلوكت بلوكت دي هنشوفها معناها ان البروجرام هو مش شغال دلوقتي ومش هيعرف يشتغل دلوقتي عشان مستني حاجه عشان البروجرام مستني حاجه ممكن مين ممكن يديني مثال لحاجه تخلي البروجرام يستنى وما يعرفش يشتغل دلوقتي ايه اللي يخليه يستنى حاجه لو مثلا بروسيس فتح فايل وبروسيس تاني مستني الفايل ده لحد ما يتفتح عليك نور يا باشا عليك نور يا باشا لو بروجرام فتح فايل وعايز يقرا من فايل في الحاله دي هيبلوك لغايه لما محتوى الفايل يطلع من الهارد ديسك ويوصل للرام عشان يعرف يشتغل بيه اي انبوت اوتبوت ديفايس بصراحه ممكن تخلي البروجرام يبلوك ممكن تخلي البروجرام يستنى لغايه لما الشيء اللي هو طالبه يجي لها فور اكزامبل لو البروجرام كان بيسكان صوره وبعد كده هيعمل لها اديتنج فالبروجرام ده مش هيشتغل لغايه لما الصوره تدخل طول ما الصوره لسه ما دخلتش هو في البلوكت ستيت يعني ايه في البلوكت ستيت يعني هو بيقول للاوبريتنج سيستم دلوقتي انا مش قادر على الشغل انا مستني حاجه ما تختارنيش عشان اشتغل تقوم الاوبريتنج سيستم ما تختاروش تختار حد تاني لغايه لما الشيء اللي هو مستنيه يجي
واول لما الشيء اللي هو مستني يجي يبتدي البروجرام ده ياخد دوره مع بقيه البرامج اللي عايزه تشتغل على السي بي يو. معلش دكتور انا عندي اكزامبل تاني. قول تاني معلش انا بسمعك من السماعات اللي تحت. انا عندي اكزامبل تاني يا دكتور. اديني اكزامبل تاني. ممكن لما اجي اعمل انستول الابلكيشن، الابلكيشن لسه مفتوح، يعني هو الابلكيشن رانج واجي عايز اعمله انستول من على الدي سي، فيقول لي بلوك لازم تقفل الابلكيشن الاول. ماشي اوكي 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 جود اكزامبل جود اكزامبل. بس في اغلبيه الاوقات يو بلوكت يو ويتنج فور اي او ريسورسز. اقول لك حاجه، انت المثال اللي انت قلته بس هي مش هتبقى انستليشن، بس هي شبه اللي انت قلته. ممكن البروجرام يكون مستني بروجرام تاني، يعني ممكن في برنامج من البرامج مستني بروجرام تاني مش عارف يشتغل لغايه لما بروجرام تاني يطلع له قيمه. فور اكزامبل ادي لك مثال، مثلا اديك مثال ايه، لو في مثلا برنامج محتاج يجمع داتا، او في برنامج بيجمع داتا من سنسر وبعد كده يعمل عليها شويه بروسيسنج، وبعد كده في برنامج تاني بيقرا الداتا من البرنامج الاولاني يعرضها على الشاشه. البرنامج اللي بيعرض الداتا على الشاشه مش هيعرف يشتغل لغايه لما البرنامج اللي بيجمع الداتا يجمعها كلها ويعمل بروسيسنج بتاعه. ففي البلوك ستيت انا ممكن استنى اي او ريسورس، او ممكن استنى برنامج تاني بيعمل وظيفه انا بعتمد عليها. اوكي، يبقى انا بخش في البلوك ستيت لما انا اكون مستني حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى انبوت اوتبوت ريسورس زي السكانر، زي كيبورد، زي حاجه وات ايفر، او ممكن تبقى برنامج اخر انا معتمد عليه. البرنامج الاخر ده لازم يعمل جزء من الحسبه قبل ما انا اكمل، برضه هبقى في البلوك ستيت. المهم وجودي في البلوك ستيت، وجودي جوه البلوك ستيت يعني ان انا مش جاهز اشتغل، وده لازم الاوبريتنج سيستم تتبلغ بيه عشان لما يجي، قلت لك هو بيشيل الناس اللي موجوده في السي بي يو، عمال يبدل ما بينهم، فلما يجي يشيل حد من السي بي يو ما يحطنيش، عشان لو حطني انا مش هشتغل، انا مش عارف اشتغل دلوقتي لغايه لما الشيء اللي انا عايزه يجي لي. اذا كان بقى برنامج تاني هيديني قيمه زي ما انت قلت انستليشن، او قيمه تانيه، او الانبوت اوتبوت اللي انا كنت طالبه لسه ما جاش. اوكي، والمعلومه دي بتتخزن جوه البي سي بي، يعني البي سي بي في الخانه اللي اسمها ستيت. اوكي، هنا اسمها ستيت، بتتخزن اذا كنت انا رننج يعني شغال على السي بي يو فعلا، ريدي يعني انا مش بشتغل بس انا جاهز، اختارني انا جاهز تختارني، اختار واحد من الناس اللي موجوده في الريدي عشان يشتغلوا، او بلوكت. بلوكت يعني انا مش شغال ومش جاهز للشغل. طيب ليه مش جاهز للشغل؟ مستني حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى هاردوير ريسورس زي برينتر او سكانر او وات ايفر بيعمل لي وظيفه وانا مستني القيمه بتاعتها قبل ما اكمل، او ممكن مستني برنامج تاني، البرنامج التاني هيعمل جزء من الشغل بتاعه ويديني قيمه انا هستلمها منه واكمل. ففي البلوك ستيت ممكن ابقى مستني بروجرام، او ممكن ابقى مستني اي او ريسورس او هاردوير ريسورس. مفهومه دي يا شباب؟ تمام، حلو قوي. طيب تعالوا نشوف مع بعض، مادام الستيت ليها اهميه بالشكل ده، تعالوا نشوف الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل الموجود عندي هيدير الكلام ده ازاي. How does the OS manage the state of the process and how. اوكي خليها كده كفايه قوي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي الاوبريتنج سيستم بيمانج الستيت، يعني الستيت بتاع البروسيس بيأثر على الاوبريتنج سيستم ازاي. هستأذنك، انا دلوقتي هشرح لك الجوريزم، هشرح لك كود الاوبريتنج سيستم بينفذه، بس بدل ما اكتب الالجوريزم ده بسودو كود او اكتب الالجوريزم ده سي او وات ايفر، انا هعمل لك الالجوريزم في شكل ستيت دايجرام. ستيت دايجرام يعني مجموعه ستيتس، مجموعه حالات، وبتنقل من ستيت لستيت ازاي. بس عايز اوضح لك الحته دي عشان في طلبه بتتلخبط فيها. الستيتس اللي موجوده جوه الكمبيوتر دي مش حاجه مرسومه، يعني انت مش هتدخل جوه الكمبيوتر تلاقي ستيت مرسومه او ستيت دايجرام مرسوم. الستيت دايجرام اللي انا هرسمه لك ده مجرد وصف للالجوريزم الاوبريتنج سيستم هتنفذه. يعني انا هدي لك دلوقتي اللي هقوله لك فعلا دلوقتي هو الجوريزم، بس هدي لك الالجوريزم، وصف الالجوريزم ده على شكل ستيت دايجرام. اوكي، الستيت دايجرام اللي انا هتكلم عليها دلوقتي اسمها 3 ستيت process diagram. تاني 3 state process diagram هي فقط
عباره عن رسمه بتوصف الجوريزم الاوبريتنج سيستم بينفذه عشان يدير الستيتس بتاعت البروسيسز. اوكي طيب ادي الثري ستيت بروسيس دايجرام. الستيت الاولاني الموجود عنده اسمه running، هكتب run بدل ما اكتب running. ready وبلوكت، دول الثلاثة ستيتس الموجودين عندي. اوكي نخلي بالك الثلاثة ستيتس دول ازاي بعرف ان الكمبيوتر بتاعي او البروجرام بتاعي انا اسف موجود في واحدة من الستيتس دول؟ جوه البي سي بي، شايف جوه البي سي بي في خانة اسمها ستيت. الخانة اللي اسمها ستيت دي هي اللي بتقول لي اذا كان البروسيس ده ينتمي للستيت ده ولا الستيت ده ولا الستيت ده. اوكي طيب الاوبريتنج سيستم بيدير بقى التنقلات بين الستيتس دي ازاي؟ انا لسه قايل لك من شويه ان الرننج ستيت ده فيه البرنامج الشغال، يعني البروجرام الشغال دلوقتي اللي ماسك السي بي يو هو هنا، وانا لسه قايل لك برضو ان الريدي ستيت هو جاهز يشتغل، جاهز يشتغل، عايز يشتغل بس مستني الدور يجي عليه. والبلوك ستيت مش هيشتغل اصلا عشان هو مستني حاجه. طيب بيدير ازاي الاوبريتنج سيستم الدنيا دي؟ لما البروجرام اتفقت معاك كل برنامج بياخد وقت صغير على السي بي يو يخلص. لما البروجرام الموجود على السي بي يو يخلص الوقت المخصص له بيشيله من الرننج ستيت يوديه للريدنج ستيت. هستاذنك هسميها دي تايم اوت. يعني ايه تايم اوت؟ يعني الوقت بتاعه على السي بي يو خلص. خلي بالك ده مش معناها البرنامج انتهى. انا اتفقت معاك ان انا بلف على كل البرامج، يعني هدي البرنامج ده ثانيتين والبرنامج الثاني ثانيتين والبرنامج الثالث ثانيتين، فالثانيتين بتوع البرنامج اللي موجود في الرننج ستيت لما تخلص البرنامج بيتشال من الرننج ستيت يتحط في الريدي ستيت. اوكي طيب مجرد ان انا شلت برنامج من الرننج ستيت حطيته في الريدي ستيت اصبحت الرننج ستيت دي فاضيه. يعني ايه اصبحت الرننج ستيت دي فاضيه؟ يعني السي بي يو ما لهوش حد، ما فيش حد بينفذ حاجه. طيب لما فيش حد بينفذ حاجه اعمل ايه؟ حد يقول لي. شباب سامعني؟ سامعينك. حلو قوي. السي بي يو فاضي معلوش حد، اعمل ايه؟ اسيبه فاضي كده ولا احط له حد تاني؟ لا احط له حد. احط له حد تاني. طب لما اجي انقي حد، الحد اللي هنقيه عشان يدخل لازم يكون جاهز للشغل ولا مستني حاجه؟ جاهز للشغل. جاهز للشغل، برافو عليكم. طيب فين البروسيسز؟ في اني ستيت تبقى موجوده البروسيسز اللي جاهزه للشغل؟ ريدي يا دكتور. الريدي، فانا هسحب واحد تاني من الريدي ستيت اوديه في الرننج ستيت، بسمي ترانزيشن دي ديسباتش. زي ما انا بقول لك، بص اللي انا بشرحه لك دلوقتي انا بشرح الجوريزم. الكود بيعمل كده، تشيك اف البروسيس الموجوده في الرننج ستيت الوقت بتاعها خلص ولا لا. لو الوقت بتاعها خلص شيلها من الرننج ستيت حطها في الريدي ستيت. ومجرد ما شلتها في الريدي ستيت من رننج ستيت حطيتها في الريدي ستيت، اختار حد تاني من الريدي ستيت عليه الدور ودخله فين؟ في الرننج ستيت. حد عنده اعتراض في اللي انا قلته لغايه دلوقتي؟ حلو قوي. طبعا حاجه مباشره هتحصل في البي سي بي ان البروسيس اللي كانت موجوده في الرننج ستيت، كانت موجوده في الرننج ستيت اوكي جوه البي سي بي بتاعها، لما اشيلها الستيت بتاعتها هتتحول من الرننج هتتحول لايه؟ ريدي اوت. لريدي. ريدي. والستيت اللي كانت في الريدي البي سي بي بتاعها، البي سي بي بتاعها هيتحول من ريدي لرننج. حد عنده اعتراض؟ حلو. هسأل دلوقتي سؤال للناس اللي ايه مركزة معايا وهدي عليه خمس درجات، خمس درجات للشخص اللي هيجاوب صح. طيب البروجرام اللي كان في الرننج ده اللي حركته وديته الريدي، انا غيرت الستيت بتاعه، ايه تاني هيتغير في البي سي بي بتاعه؟ ايه اللي هيتحط في البي سي بي بتاعه؟ ايه اللي لازم يتسيف جوه البي سي بي بتاعه دلوقتي؟ الستيت. لازم ارجع له تاني. لازم ارجع له تاني. يبقى ايه اللي يتسيف؟ الادرس. وايه تاني؟ والبي اي دي بتاعه. وايه تاني؟ واهم اللوكس.
البريوريتي ده اهم حاجه اللي لازم تخزنها. انا مش عارف مين بيتكلم، يوسف ولا ابراهيم؟ في ثلاثه بيتكلموا، كده حد بيتكلم بالظبط. طب يا جدعان ليه كده؟ انا عايز ادي 5 درجات. طب اختار يا دكتور مين يتكلم. طيب هقول انا دلوقتي وبعد كده نشوف الدنيا شكلها ايه. اوكي بعد كده نرفع ايدينا وانا هختار حد يتكلم. ماشي تمام. طيب دلوقتي شايف البروسيس كونتكست دي؟ شايف دي الادرس بتاع اخر امر كان موجود عندي والقيم بتاعت اخر ريجستر، وانا خارج من الرننج ستيت لازم اسيفه. هنا اهو سيف كونتكست، ده مش في الترانزيشن انا بشرح لك، دي مش في الرسمه انا بشرح لك. لازم يسيف الكونتكست، يعني لازم يسيف الادرس بتاع اخر انستراكشن والقيم بتاعت الاكس وبيكس وسي اكس. ليه؟ عشان لما ارجع للبروجرام ده ها اكمل من اخر مكان واقف فيه. حد عنده اعتراض؟ لا تمام حلو قوي. طب الكونتكست اصلا كان موجود فين؟ اللي انا هسيبه في البي سي بي اصلا كان موجود فين؟ ميموري. نو اصلا هو موجود فين؟ هو بيعمل يتغير، هو موجود فين عمال يتغير والقيم بتاعته تبقى ابديت. سي بي يو البي سي بي في السي بي يو في الريجسترز بتاعت السي بي يو. فانا لازم والبرنامج خارج او داخل جوه السي بي يو اجيب القيم بتاعت الريجستر بتاع الاي بي الانستراكشن بوينتر هو واقف فين، الاي اكس والبي اكس والسي اكس اخدهم انقلهم من السي بي يو اخزنهم فين؟ في البي سي بي. والبي سي بي موجوده فين يا شباب؟ في الرام. ففي نقله دلوقتي تمت ما بين محتوى السي بي يو ومحتوى الرام. خدت القيم اللي كانت جوه السي بي يو للبرنامج الخارج ده وحطيتها جوه البي سي بي بتاعت الرام عشان اعرف ارجع له تاني. دي بتاخد وقت. طيب اتجاه العكسي، اللي يجاوب دلوقتي يرفع ايده وانا هقول له يجاوب. اوكي اتجاه العكسي، وانا رايح من الريدي ستيت للرننج ستيت، الستيت اتغير، ايه تاني هيحصل؟ ايه تاني انتراكشن هيحصل مع البي سي بي؟ يوسف قول يا يوسف. اول حاجه هياخد الفاليوز اللي كانت سيفت في السي بي يو يرجع يستخدمها تاني. طب هياخدها من فين؟ من السي بي يو. يعني البرنامج اللي داخل هياخد من السي بي يو؟ هو هياخد من البي سي بي، ياخد من السي بي يو ويحطها فين؟ في السي بي يو. يحطها في السي بي يو. شكرا يا يوسف. يوسف بلس 5. اوكي بص شكرا. يوسف قال يا شباب البرنامج خلاص، يوسف ممكن تنزلك. يوسف قال ايه؟ البرنامج اللي طالع من الريدي ستيت رايح للرننج ستيت اخر حاله بتاعته اللي هي الكونتكست كانت متسيبه في البي سي بي. طب هي اتسيبت في البي سي بي امتى؟ وهو خارج اخر مره لما خرج اخذ القيم بتاعته من السي بي يو وخزنها في البي سي بي، وبعدين البرنامج اللي جه وراه غير القيم دي. فهو لما يحب يرجع تاني عشان يشتغل هو هياخد القيم اللي كانت متخزنه جوه البي سي بي اللي بتاعت اخر مره اشتغل، ياخدها ويرجعها تاني فين؟ جوه السي بي يو. يبقى السي بي يو كده لما يبتدي ينفذ هينفذ من اخر حاجه كان البرنامج ده نفذها. حد مش فاهم دي؟ حلو قوي. يبقى استاذنك اللي بيحصل هنا، اللي كان بيحصل تحت لما كنت بطلع اسمه سيف كونتكست، اللي بيحصل هنا اسمه لود كونتكست. يعني هيحصل ايه للكونتكست؟ في جزء هيتسيف وجزء هيتحمل، يعني هبدل. فالحركه الحركتين دول مع بعض بسميها كونتكست سويتش. انا بعمل كونتكست سويتش بين التو بروجرامز. مفهومه ولا لا يا شباب؟ مفهومه كويس. طب اسال سؤال، الكونتكست سويتش ده هياخد وقت اكتر من تنفيذ البرامج ولا او تنفيذ امر واحد، ولا هياخد وقت اكتر من تنفيذ امر واحد؟ ولا لا او ليه؟ الكونتكست سويتش هياخد وقت اكتر من يوسف. اظن تنفيذ البرامج عشان على ما ياخد الحاجه من السي بي يو والبي سي بي تاني. برافو عليك. هياخد وقت اكتر من تنفيذ امر، عشان تنفيذ الامر بيتم على السي بي يو، والسي بي يو سيليكون منه في نفسه كده فينفذه على طول.
لكن الكونتكست سويتش بيتكلم مع مين؟ الميموري، والميموري ابطا من ها السي بي يو. فاذا الكونتكست سويتش ده اكسبنسيف اوبريشن، قال حتى دي في مخك، عشان كل لما عدد الكونتكست سويتشز تزيد كل ما انا هستهلك وقت اكتر مجرد لتبديل برامج، مش تنفيذ حاجه مهمه، لا مجرد تبديل برامج، تبديل الفاليوز اللي كانت في السي بي يو والبي سي دي. برافو عليك، برافو عليك، this is very important to keep in mind. طيب تعالوا نكمل بقيه الستيتس بالترانزيشنز بتاعتهم. برضو خليك فاكر الستيتس انا برسمها لك دي مش مرسومه جوه الكمبيوتر، انت لما تفتح الاوس مش هتلاقي الرسمه دي. طب الرسمه دي بتعمل ايه؟ ده انا بوصف لك الالجوريزم، يعني لو كتبنا الالجوريزم ده تعال اكتبه لك، بس طبعا مش هكتبه كويس قوي. if اهو if 2 seconds مثلا has passed change state of current running program to a ال current program هي ال 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 state بتاعه يتغير ليه لما الوقت بتاعه يعدي؟ run ها؟ لا ال شغال حاليا هيتحول لايه؟ ready، وبعد كده save context وهكذا. كل الخطوات دي شرح، بس بدل ما اكتب statements بالشكل ده ولخبطك انا عامل لك بيها رسمه. انا عايز حتى دي تبقى واضحه بالنسبه لك، عشان انا من انا بدالي مش فاكر 15 سنه ولا اكتر بدرس الماده دي، مره من السنين حد for some weird reason كان فاكر انت لو فتحت الكود هتلاقي الرسمه، مفيش رسمه، ده description للالجوريزم، انا بشرح الالجوريزم بيشتغل ازاي. الستيت دايجرام دي مجرد شرح الالجوريزم الاو اس بتنفذه عشان تحرك البروجرام من ستيت لستيت. طيب given this information انا بقى اسالك سؤال تاني، ايه التريجرنج ايفنت؟ ايه الايفنت اللي هيعمل تريجر يعني يبدا ان البروسيس تتنقل من الرننج ستيت للبلوكينج ستيت؟ مين يقول؟ اتفضل ابراهيم. لو البروسيس محتاجه ريسورس لوكت من بروسيس ثانيه. برافو عليك، لو البروسيس طلبت ريسورس والريسورس ده يا اما مع بروسيس ثانيه يا اما عشان يديني السيرفيس اللي انا عايزه هياخد وقت. في الحالتين هبلوك على فكره. يعني لو طلبت ريسورس والريسورس ده مش عند حد ثاني بس هياخد 5 دقائق عشان يطلع النتيجه بتاعته، ما ينفعش استنى في الرننج ستيت استناه. ليه؟ ليه ما ينفعش استنى في الرننج ستيت استناه؟ عشان ممكن يكون في حاجه ثانيه في الرننج، عشان ممكن يبقى في حاجه ثانيه ممكن تشتغل في الوقت اللي انا ما بعملش حاجه. يعني انا لو طلبت ريسورس والريسورس ده مش متاح في الثانيه اللي انا طلبتها، مش جاهز بالقيمه بتاعته في الثانيه اللي انا طلبتها، هستنى شويه عليه، يا اما عشان هو هياخد وقت عشان يطلع قيمه، يا اما عشان حد ثاني معاه الريسورس ده. لو انا اثناء الوقت ده قعدت وفضلت ماسك السي بي يو انا بويست السي بي يو على الفاضي، عشان انا مش هعمل شغل، انا ما اقدرش اعمل شغل الا ما تجيلي القيمه اللي انا عايزها، فانا قاعد على السي بي يو ما بعملش حاجه بس مش سامح لحد تاني يدخل. فمجرد لما بطلب حاجه not currently available انا بتشال من الرننج ستيت اروح للبلوك ستيت. اهو شايف هكتب هنا resource request. هستأذنك انا كتبتها ريسورس مش اي او عشان اعممها، ممكن ريسورس اطلبه ده ما يكونش اي او، اكون طالب قيمه من برنامج تاني، مثلا في برنامج بيحسب الافرج بتاع درجات وانا عايز الافرج عشان اعمل بيه ستاتستكس، فلو طلبت قلت له لو سمحت هات لي الافرج والافرج لسه ما اتحسبش انا هبلوك برضه، ده مش اي او، ده مش هاردوير، بس حاجه انا عايزها واللي انا عايزها دي مش جاهزه هبلوك. يبقى اذا بتنقل من الرننج ستيت للبلوك ستيت لو طلبت حاجه والحاجه دي مش متاحه في ثانيتها. سؤال للناس الكويسه ومركزه معايا، هل في اي طريقه اخرى ان انا اخش بيها البلوك ستيت؟ يعني ممكن اروح البلوك ستيت من الريدي ستيت؟ لو انا الانستركشن دي عملتها مش هستخدمها تاني. طب استاذنك هل البروجرام في الريدي ستيت بينفذ اي انستركشنز؟ ممكن السكيورتي ريزن يعني سكيورتي ريزنز، سكيورتي ريزنز ما خلي بالك سكيورتي ريزنز حاجه
والبلوكت ستيت حاجة تانية. البلوكت ستيت يبقى البروجرام طلب حاجة والحاجة دي مش متاحة دلوقتي. طيب والحتة الوحيدة اللي ممكن يطلب منها شيء هي الرننج ستيت. ليه؟ إن هو ده الستيت الوحيد اللي بينفذ فيه أشياء. فالأونلي انتري بوينت للبلوك ستيت هو الرننج ستيت. أوكي؟ مفهومة دي كويس؟ Very good. طيب إيه اللي يخرجني من البلوك ستيت؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، لما أخرج من البلوك ستيت أروح فين؟ أول حاجة إيه اللي يخرجني من البلوك ستيت؟ ان خلاص البروجرام اللي قبله يعني خلص البروسيس بتاعه. برافو عليك. البروجرام اللي قبله او الريسورس اللي هو كان طالبه جهز، خلص الحاجه او الريسورس طالبه جهز. فاذا ريسورس كومبليشن هي اللي هت او ريسورس افيلابيلتي هي اللي هتخرجني من بلوك ستيت. اروح فين بقى لما اخرج من بلوك ستيت؟ الريدي. برافو عليك الريدي. ليه ما رجعش للرننج؟ عشان هو لازم الرننج بياخد من الريدي اصلا، ما ينفعش الرننج ياخد من بلوك. انت ليك حق بس ده كلام بالبلدي، فهمني بقى الفيزيكال مينينج. ليه ما ينفعش ياخد الرننج ستيت؟ ما ينفعش ابقى بلوك مكان ما رحت رننج، لازم ابقى ريدي بعد كده اكسكيوز ان انا محتاج. معلش مش سامع، اعتذركم انا بوطي لغايه. ما ينفعش اسكيب خطوه. ايه هي الخطوه دي؟ بص ده انا شايف ان هي انا لما ببقى بلوكت وبكده لازم ابقى ريدي الاول عشان اقول بقى ان انا محتاج ارن البروجرام ده، ما ينفعش ابقى بلوكت. بس ليه؟ ممكن يكون في حاجه شغاله برضه. برافو برافو. مجرد ما انا خرجت من الرننج ستيت اللي هو هتعمل ايه؟ هتلاقي الرننج ستيت فاضيه، فهتعمل ايه؟ هتاخد الحاجات اللي شغاله، هاخد حاجه من الحاجات اللي موجوده في ري وتشغلها. فانا لما اخرج الرننج ستيت في حد ما اقدرش اشيله، ده انا ارجع تاني للريدي ستيت واستنى دوري لغايه لما اللي كان موجود في الرننج ستيت لما انا مشيت يخرج، وبعدين انا اخد دوري وادخل كمان. يبقى اذا هنا دي من البلوك ستيت للريدي ستيت اسمها ريسورس كومبليشن. لو حد مش فاهم حاجه تقولوا لي، وقفوني على طول، وانا اي بروميس هحل لكم موضوع السبيكر ده. انا مش عارف ايه اللي حصل بس مش في الحركه شرحته يعني. قول تاني. هو انا عندي سؤال بس مش عارف شرحته. قول. هو دلوقتي الماده تبقى عباره عن كودينج ولا تبقى مش سامع كويس؟ الماده دي تبقى عباره عن كودينج ولا هتبقى عباره عن منها كودينج وفي جزء منها حسابات كالكوليشنز ماثيماتيكال مسائل وفي جزء منها تفكير والجوريزمز. اوكي هحاول ابعت لكم شويه اسئله فاتت عشان تبصوا على الامتحانات شكلها ايه. معلش انا اسف على مستوى الصوت، ان شاء الله هنصلح المشكله دي. طيب نروح للخطوه اللي جايه بقى يا شباب. ايه هي الخطوه اللي جايه؟ عايزين نشوف مع بعض الرننج ست. خلي بالك ان كل ده بتكلم على سنجل سي بي يو عشان الدنيا تبقى واضحه، بعد كده هعممها اكتر يعني، اديني كمان شويه هعممها اكتر. على فكرة أنا ممكن أقول حتى دي أقف لغاية لما أصلح مشكلة الصوت. فإحنا نقول الجاية دي وبعد كده نقف عشان بس أنا بسمعكم بالعافية ومش عايز أكون بظلمكم في أي حاجة. طيب الرننج ستيت في السنجل سي بي يو هيبقى فيه كام برنامج؟ واحد بس. فده هيبقى السنجل سي بي يو أو سنجل أنا آسف بي سي بي. بي سي بي واحد بس هيبقى موجود في الستيت ده، واحد بس. طب الريدي ستيت يا شباب؟ كذا برنامج هيبقى هستأذنك لينكد ليست او كيو. مش عارف انتوا بتكتبوا كيو كده ولا كده، مش فارقه معايا. واحده بريتش واحده امريكان، فيها البي سي بيز بتاع كل البروسيسز الموجوده جوه كيو مترتبه. مين ممكن يقول لي ارتب البروسيسز دول جوه الكيو دي اكوردنج تو ايه؟ Priority. واحد قال priority زي الفل، اثنين قالوا priority that is perfect priority. مين يقول لي حاجة تانية؟ Flux. Flux. قلت Flux ولا قلت ايه؟ Flux. قلت Flux. Flux. قلت Flux. طيب هو Flux معناه ايه؟ هو Flux انا بعمله لما اكون ready ولا block. أنا في block. مين قال block؟ حد قال block صح ولا انا مش سامع كويس؟ ايوه يا دكتور. صح فرصه بلوك. اللوك انا بطلبه لما اكون عايز حاجه ومش لاقيها، فانا بروح لبلوك. فانا مش في الريدي مش هرتب على اللوكس خالص. اللوك ليها علاقه بالبلوك، بوريك ازاي ليها علاقه.
طيب ايه تاني ممكن ارتب عليه غير البرايورتي في رايك؟ الاي دي. اي دي اوكي. ايه تاني حاجه تافهه بقى؟ لو انت عايز ترتب البرامج ترتب مين يشتغل الاول؟ اللي ايه؟ اللي بدأ الاول او اللي اشتغل الاول صح؟ او اللي عملت له اكسكيوت الاول. يبقى ممكن تعمل لها سورتنج فيفو. حد عنده اعتراض في دي؟ لا لا تمام يا دكتور. شفت كل الطرق المختلفه لترتيب البروسيسز دول؟ هرتب الكيو ده اكوردنج تو ذم. والطرق المختلفه لترتيب الكيو دي اسمها سكيدولينج بوليسي. ومحاضرتين ثلاثه كامله هناخدهم مع بعض على ترتيب الكيو ده. ازاي ترتبها اكوردنج تو كرايتيريا مختلفه هتاثر على البرفورمانس بتاعت السيستم بتاعك. اوكي شباب، يبقى السورتنج بتاع الكيو الموجود في الريدي ستيت اللي بيحدده هو السكيدولينج بوليسي. مفهوم يا شباب؟ حلو. هسأل سؤال للناس الكويسه دي، هتبقى عليها 5 درجات، فركزوا معايا. البلوك ستيت في كذا برنامج ولا برنامج واحد؟ لا كذا برنامج. كذا واحد، حتى بقى عليها 5 درجات. طب هحطهم في اني داتا ستراكشر؟ مين رفع؟ ستاك. 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 ليه حطها في ستاك؟ علشان انا مش هينفع اشغل كذا برنامج في نفس الوقت. انت ليك حق، بس ليه حطيتها ستاك؟ على فكره انت عملت ستاك، انت كده بتنفورس بوليسي. ايه هي البوليسي بتاعت الستاك؟ فيرست ان لاست اوت. فيرست ان لاست اوت، يعني انت اخر واحد دخل هو اللي هتشغله الاول. وده البوليسي اللي انت اخترته، وده از نوت ريلي ريزونبل. العجازي كان رفع ايديه، قول لي. اتفضل قول، اتفضل قول. محمد العجازي. دكتور الستاك ان انا عندي دلوقتي انستراكشن شغاله، فانا عملت لها مستني وديتها في البلوك علشان انا مستني حاجه تتحسب لها. فالمفروض لما اجي ارجع لها تاني تمام؟ اكون حسبت اوريدي الحاجه، فانا بحطها عن طريق الستاك عشان اخدها تاني. لا بس انت الستاك انت رتبتهم، يعني انت ده دخل الاول تمام هتحطنا. ده دخل تاني هتحطنا. انت كده حددت اول واحد هيشتغل هو اخر واحد دخل. تمام. اخر واحد طلب هو اول واحد هيشتغل، هل ده صحيح؟ لا. اوكي اندرو، المفروض هيتحط في كيو يا دكتور. اوكي كيو واحد. الو ايوه انا سامع. كيو واحد ايوه المفروض هي لا يعني هو هيتحط في كيو علشان المفروض الاخر اول واحد دخل هو فيرست ان فيرست اوت. انت عايز تحط في كيو واحد سورتد فيفو؟ لا لا صح؟ هيبقى لينك مش في كيو 1 باي 1 1 باي 1. هسال 1 باي 1 عشان الدرجات ما تروحش. 1 باي 1 اللي عايز حاجه يرفع ايديه. مش في كيو واحد، لا هو هيبقى محطوط في كذا كيو. كام كيو؟ لا مش عارف. طيب خلاص. طب نشوف محمد اسماعيل. محمد اسماعيل بعد اذنك. يا دكتور احكي لي هتحطه فين؟ وانا كنت زي اندرو، انا كنت بقول ان هو نحطهم في كيو برضو. كيو واحد؟ او مش عارف برضو الصراحه، يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك على كيو قبل ما قبل طيب. ما اندرو. طيب يوسف لينك ليست يا دكتور عشان يبقى عندي عدد ممكن يبقى اسهل ان انا اقعد كل مره، وفي نفس الوقت اقدر اكسس البلوكت. مش لازم بالترتيب، يعني مش لازم البلوكت الاول وبعد كده التاني، يبقى عندي حاجه مقيداني على ان انا لازم اخرج واحد الاول عشان اخرج اللي بعده. انت قربت قوي يا يوسف، قربت قوي يا يوسف. طب لينك ليست واحده يا يوسف، يعني في واحد او لينك ليست واحده؟ لا مش شرط، ممكن كذا واحد. انا على حسب العدد ايه؟ على حسب البروجرامز اللي انا عايز اعملها بروك. قربت. على حسب ايه بقى؟ مش على حسب اللوكس يا دكتور. برافو. مين قال؟ اندرو. اندرو على حسب اللوكس او حسب الريسورسز، يعني لو في ناس مستنيين برينتر مظبوط، وفي ناس مستنيين سكانر، وفي ناس مستنيين كوكواوا، دول مش في نفس الترتيب، يعني مش هحطهم في نفس الحاجه. ليه؟ ان لما البرينتر يجهز، ده البرينتر اهو، لما البرينتر يجهز انا عايز حد محتاج البرينتر صح؟ تمام. بس لكن انت لو حطيتهم كلهم مع بعض هضطر امشي على كل الكيو وانقي مين فيهم. ها
مين فيهم اللي محتاج انهي ريسورس محتاج انهي ريسورس. اوكي I will calculate this. اندرو في حد تاني قال معايا، انا عايز افتكر مين قال معايا حاجه حلوه. انا مش فاكر كان حد غير اندرو قال. انا هرجع مش فاكر. انا لو اتكلمت على اللينك ليست بقى كده اتكلم على اللوكس في الاخر. اوكي يبقى يوسف واندرو بتهيألي. انا بعد كده هاخد سكرين شوتس يا شباب. اوكي جود ثانك يو. اوكي فاذا هنا تبقى عندك خلاص يا شباب، لو خلاص ننزل دينا يبقى كده هيبقى عندي مالتيبل، هيبقى عندي مالتيبل لينك ليستس او مالتيبل كيوز بعدد ايه، بعدد ال الريسورسز اللي انا مستنيها. طيب البروسيسز نفسها جوه اللينك ليست الواحده تترتب اكوردنج تو ايه؟ زي ما انا عايز. ممكن برايورتي، ممكن فيفو، زي ما انا عايز، على اساس لما يجهز البرنتر مين فيهم ياخدها. ودي اسمها ثانيه واحده ترتيب الريسورسز جوه هنا جوه الكيو دي اسمها اي او شيدولينج بوليسي. ماشي يا شباب مفهومه؟ في اي حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. بيرفكت. انا هستاذنكم اقفل على كده، مش عشان حاجه، عشان اي بروميس يو انا نص الكلام انتوا بتقولوه انا مش سامعه، انا بحط ودني تحت عند السجاده عشان اسمع الكلام. فهقفل كده عشان بس ما اظلمش حد يجاوب ما ادوش درجه. هقفل على كده، الاسبوع الجاي هنكمل من فين. اللي عايز يبص على الكتاب ويحضر هنتكلم على الفايف ستيت بروسيس موديل. دي كانت الثري ستيت بروسيس دايجرام او الثري ستيت بروسيس موديل. هنتكلم على الفايف ستيت بروسيس موديل. كل اللي هيحصل هضيف اثنين ستيتس اضافيين اسمهم السسبندد ستيتس. تمام؟ ده اللي هنتكلم عليها الاسبوع الجاي. حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. بيرفكت. هقفل على كده واشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا يا شباب.